السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو عايزين نضيف ملحوظات أو نوتس في قلب الانديزاين، باجي هنا من ويندوز وأفعل إن أنا أشوف الملحوظات ديت. تمام، من ويندو هقول له إديتورال وأقول له نوتس، وأجي مثلا على الفقرة ديت، مثلا عايز أبدأ أضيف ملحوظة، فهقف هنا وأجي أقول له أنا عايز أضيف ملحوظة هنا، وهتظهر لي علامة إن فيه ملحوظة. تمام، هبدأ اكتب مثلا ان انا هلغي مثلا الجزء دوت ديليت، وبعد كده الفقرة ديت هاجي هنا مثلا هقول له انا عايز ملحوظة كمان، واكتب اللي انا عايزه هنا، هاجي في الكلمة ديت واضيف ملحوظة ثالثة، واجي هنا واضيف ملحوظة كمان. في اي وقت عايز اشوف الملحوظات ديت اقدر ابدل من هنا بالشكل دوت، واقدر الغي من هنا. طيب لو انا ما عنديش النوتس ديت، مجرد ان انا اقرب الماوس من الشكل بتاع النوتس دوت وادوس عليه مرتين، هتبدأ تظهر لي الشاشة بتاعت النوتس ويقول لي الملحوظة اللي موجودة هنا. لو انا جيت هنا وقفت على ديت ودوست، يبدأ بيجيب لي الملحوظة اللي انا مسجلها الفقرة ديت. ممكن انت عايز تفكر نفسك مثلا ان انا عايز اعيد صياغة الجملة ديت، او ان انا عايز احط المصدر اللي انا خدت منه الكلام دوت، وهكذا.